السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم طيبين يا رب العالمين. طبعا يا حبايب القلب، أنا أتأخر عليكم ولكن ما أغيب عنكم إن شاء الله، بسبب الكثير من الالتزامات. يعني حتى في ناس كثيرة ما أقدر أرد عليها من كثر الضغط اللي عندي بصراحة. يعني أنا للحين ما نمت بسبب كثرة التسجيل القراءات وكثرة الاتصالات، فصبرا جميل والله مستعان. إن شاء الله لما أنزل لكم إنه بنفتح المواعيد، وقتها إن شاء الله بنستقبل القراءات والحجز، لكن حاليا الحجز مغلق إلى حين إشعار آخر. أول ما بنزل بوست في القناة يعني إنه يمكنك الحجز لقراءة خاصة إن شاء الله، أو لأي عمل تنظيف طاقة. أوكي، طيب، عنوان الفيديو اليوم هو من هي الأبراج اللي راح تبان عندي اللي ممكن إنها تدخل في علاقة عاطفية في هذه الفترة. يعني من هي الأبراج اللي ممكن تدخل في الفترة الحالية في قصة حب؟ خلينا نشوف وإيش نوع العلاقة، إيش نوع قصة الحب اللي عندهم. طيب، كارت برج العذراء، رجل برج العذراء أو مرأة برج العذراء، ستدخل أول برج سيدخل في قصة حب جديدة هو برج العذراء. ما سيكون القادم في حياته برج العذراء؟ ما شاء الله، هناك إعجاب يا برج العذراء، عندك شخص يا أما أنت معجب فيه أو هو معجب فيك، فالعلاقة ستتطور الأيام الجاية، راح يحصل بينكم الكثير من التطورات والعلاقة راح تصير حلوة جدا. يعني هناك شخص انت تعرفه يا اما معجب فيه او انت معجبة فيه. اوكي، واذا انت بنت وتبغي تتأكدي من مشاعر برج العذراء، اقول لك انه هذا شخص معجب فيك وراح يتقدم لك. في تطورات على الصعيد العاطفي ان شاء الله. تمام، اول برج سيكون عندنا هو برج العذراء، راح يحصل تطورات نحو الزواج ترى. اوكي، خلينا نشوف ثاني برج، ايش هو الثاني برج اللي ممكن انه يدخل في علاقة. برج الدلو، برج الدلو، البرج الثاني هو برج الدلو. خلينا نشوف ايش نوع علاقتك يا برج الدلو مع الحب. طيب، رح يحصل في بينكم علاقة، سبحان الله، كأنه رح تحسينه توأم روح، رح تتعلقين به كثيرا، رح تكوني زي البيبي يعني مع هذا الشخص. أوكي، رح تدخل في علاقة يا برج الجدي، يا برج الدلو، سواء كنت امرأة أو رجل، في علاقة حب، والظاهر أنه رح يكون في بينكم اختلاف في العمر بصراحة. يعني يمكن لأصحاب برج الدلو الأغلبية منكم عندكم مشاكل في العائلة، أو عندكم فقدان لأم أو أب، يعني أو حنان أو سند، فرح تحسين هذا الشخص هو سندك. عندك فقدان أو عندك مشاكل عائلية أو فقدتي سند أو حنان يا برج الدلو، فرح يكون عندك إن شاء الله هذا الشخص رح تتعلقين به زي البيبي. أوكي، راح تحسي معاه بالأمان والحنان والراحة النفسية. أوكي، إن شاء الله بداية من شهر 4 أو 5 راح تتوضح الكثير من الأمور عندك. يمكن احتمالية يا برج الدلو أنه هذا الشخص ترى يعرفك من قبل أو أنت تعرفيه من قبل بس ما عطيتي فرصة، في فوارق بينكم، لكن راح تحسي بالأمن والأمان مع هذا الشخص إن شاء الله. أوكي، هذا بالنسبة لكارت برج الدلو. الآن عندنا العذراء والدلو. طيب، ايش البرج الثالث اللي ممكن يطلع لنا انه يكون عنده علاقة حب الفترة الجاية؟ اوكي، برج الجوزاء. يا برج الجوزاء، عندك دخول في قصة حب ان شاء الله الفترة الجاية، ايش نوع العلاقة؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، برج الجوزاء راح تصيب الهدف يا برج الجوزاء، راح تصيب الهدف، وستكون قصة متوجة بالزواج إن شاء الله. إذا كنتي بنت وتريدي الشخص هذا من برج الجوزاء إنه يتقدم لك، فأبشري بالخير، راح يتقدم لك، راح يكون في صفك، راح يطلب يدك،
اوكي. بالنسبة للناس اللي هي أصلا مرأة برج العذراء أو رجل برج العذراء وقاعد يدور على شريك حياته، أقول لك أبشر بالخير يا برج العذراء، راح يتقدم لك شخص أو راح يكون في بينكم على العموم شيء يجذب، كأنه ربي سبحان الله قاعد ييسر لك في أمورك الفترة الجاية، وراح تتحول أو تصيب الهدف. أوكي، راح تلتقي بشريك حياة زي ما أنت تحب إن شاء الله، بمواصفات أنت تحبها. قل آمين يا برج الجوزاء عفوا. فراح يكون عندك هذه السنة كثير منكم زواج. هذا بالنسبة لبرج احنا قلنا ايش، برج الجوزاء. تمام، عندك سفرة يا برج الجوزاء، الشخص هذا مش راح يكون في نفس بلدك، عندك سفرة يا برج الجوزاء. طيب ايش البرج الموالي اللي ممكن انه يدخل في قصة حب الفترة الجاية؟ برج الأسد. برج الأسد، نعم ستدخل يا برج الأسد في علاقة حب إن شاء الله. خلينا نشوف إيش نوع العلاقة. أوكي، حب بدون شروط. يمكن أنت في علاقة الآن يا برج الأسد، وفي يمكن تطورات كثيرة نحو العائلات، يمكن العائلات تتكلم مع بعض، تتفق على مراسيم الزواج، تتفق على أمور الزواج يا برج الأسد. في شيء تقليدي بالنسبة لبرج الأسد، أو أنه في شخص يعرفه من زمان، وإن شاء الله العلاقة ستكون فيها ارتباط وزواج إن شاء الله. أوكي، برج الأسد راح يكون عندك استقرار إن شاء الله هذه السنة، تطور في الحب، تطور في العلاقات بين العائلات، لكن كزواج يمكن على السنة الجاية إن شاء الله، لكن راح تقعد السنة هذه كلها حب وسعادة إن شاء الله. هذا بالنسبة لبرج الأسد. زواج، عندك زواج. أوكي يا برج الأسد، عندك زواج إن شاء الله، لكن الشخص هذا يحبك، لكن يمكن مو هالفترة هذه، يمكن بعد حصول اتفاقات أو حاجة. على العموم زواجك تقليدي يا برج الأسد، وراح يكون في عندك إن شاء الله استقرار على الصعيد العاطفي. خلينا ناخذ البرج الموالي. إيش كمان؟ إيش كمان؟ إيش البرج اللي كمان؟ أوكي، طلع لي برج الأسد مرة ثانية. راح نسحب الكارت، خلينا ناخذ كارت آخر. إيش كمان البرج الموالي؟ ناخذ كارت آخر، ما بان لي شيء. لازم نطلع برج الجوزاء مرة ثانية، خلينا بس نطلع، يعني احنا نبغى الأبراج. أوكي، استقرار، خلينا نشوف الاستقرار بالنسبة لمن، أي برج. استقرار بالنسبة لبرج من؟ هذا الاستقرار، استقرار وزواج وهدايا وحب لمن سيكون هذا البرج المحظوظ؟ يعني أنا ما أعرف، نزل الكروت بس ما نزل البرج. ورح يسافر هذا البرج، من هو سعيد الحظ اللي طلع لي هذا كل هذه الأوراق علشانه؟ ما شاء الله ما شاء الله، خلينا بس نتأكد لأنه طلع لي برج كويس جدا. رح ينطلق هذا البرج، رح ينطلق، رح ينطلق، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. إيش هو البرج؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، باقي البرج هذا ما طلع. علاقات، انفتاحات، صداقات، سفر، لا إله إلا الله. بس وين البرج؟ أنت في سمو وعلو يا صاحب هذا البرج ما شاء الله الفترة هذه، سفرات كثيرة، حب. يعني أول مرة يصير معي هذا الكلام، يعني معلش وين هذا البرج؟ بس إحنا نبغى نتأكد، معلش يعني. أوكي، نبغى نتأكد، نبغى نتأكد. أوكي أوكي أوكي، طلع لي برج ترابي، برج ترابي، برج ترابي. طيب من هو هذا البرج؟ برج الجدي، برج الجدي.
برج الجدي. طيب اسمع يا برج الجدي، أنا في الفيديو بس طلعوا لي كل شيء، لكن أنت ما طلعت لي. لكن برج ترابي وهو برج الجدي عندنا، أوكي، طلع لي بالأول كارت برج العذراء، لكن من المؤكد إنه برج الجدي. إذا أنت برج العذراء هنا عادي إنك تسمع قراءتك، لأنه نفس الطبيعة، أنتم ترابيين هنا. برج الجدي عندك سفرة، أوكي، في ناس رح تتنرفز من حياتك أو من العلو اللي أنت فيه. أنت في القمة يا برج الجدي، أوكي، انتظرت طويل وصبرت كثير وتوقفت عن يمكن العطاء، أو توقفت عن إنك تكون إنسان، توقفت عن العطاء، توقفت إنك تكون. شوف، أنت من النوع يعني خلاص ما عاد تبغى تعطي. برج الجدي قاعد يحاول يحط حدود لبعض الناس، أوكي، إذا ملكت، إذا أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة تمرد. فأنت أكرمت اللئيم وتمرد عليك، عشان كذا أنت مسوي ستوب. قاعد تفكر في أمورك العاطفية يا برج الجدي، قاعد تتصالح مع نفسك وتكشف بعض الأسرار وبعض الأشياء يمكن في الماضي. أنت الآن حر طليق، طاقة برج الأسد، طاقة القوة وطاقة السفر والسعادة، أوكي، بسم الله ما شاء الله، اللطافة والهدوء والسكينة والراحة. كارت العلاقات، بتسوي علاقات كثيرة مع الناس. يا برج الجدي عندك حاجة راح تغيرها، وعندك شراء بيت، عندك شراء بيت قريب جدا. عندك حسد وعندك القيل والقال وكثرة الكلام عليك. في شخص قاعد يراقبك بالحب والهدايا، وفي ناس تصطاد لك الشر، وانتبه يا برج الجدي، هناك الكثير يحاولوا انهم يريدون سقوطك، يريدون انك تطيح، لكنك انت، بوريك القراءة، انت زي طائر فلامينجو، انت شخص في القمة، اوكي، لا تخلي بعض الطفيليات يأثرون على حياتك، اوكي. برج الجدي عندك سفر، طاقة السفر، بسم الله ما شاء الله، أول مرة تطلع لي كذا. طيب إيش نوع العلاقة اللي جايتك يا برج الجدي؟ إيش نوع العلاقة اللي جايتك؟ إيش نوع العلاقة اللي جايتك؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، أنت في علاقة حب أو راح تجيك علاقة حب، بسم الله ما شاء الله، عبر عن حبك يا برج الجدي. أنت دخلت في علاقة جديدة، حب، قبولات، حياة سعيدة، أحضان، شغف، علاقة، بسم الله ما شاء الله. مو هالحين، إذا أنت مو هالحين عندك رح يجيك، ولكن أتكلم عن الأغلبية، أنتم دخلتم already في قصة حب، أو يمكن العلاقة هذه بدأت تاخذ step أو منحة جديد، أوكي، رح يكون عندك new direction يا برج الجدي، وعندك علاقة حب جميلة. وحاليا أشوف أنه هي علاقة حب فقط، بس هل في بينهم زواج يا أبراج برج الجدي؟ نعم، بس أنا والله شوف، يعني كل الثلاث كروت قاعدة تعطيني حب وشغف وأمور حميمية، لكن هل في زواج؟ في اختلافات بينك وبين هذا الشخص؟ نعم، في القريب هذا الشخص رح يطلب يدك، في القريب هذا الشخص رح يحاول انه يتقدم لك. في اختلافات بينكم في الثقافة، في الدولة، في اي حاجة. على العموم لو كان في بينكم مسافة او سفر رح يجي ويسافر لك، اذا هو مو already مسافر لك، اوكي. هذا بالنسبة لبرج الجدي. بالله خلينا نشوف اذا طالع معنا برج اخر، اذا طالع معنا برج اخر ليش لا، آخر برج، إذا طال معانا برج آخر رح يوقع في الحب الفترة هذه، أوكي. طيب مين هو البرج؟ هذا برج حكيم جدا. من هو هذا البرج؟ برج الميزان، برج الميزان، برج الميزان، ستقع في الحب يا برج الميزان. عندك شوي بلوك في حياتك، في عندك بلوكات في حياتك، عقد في حياتك، بإذن الله السميع العليم ستفرج.
أنت ستتغير يا برج الميزان، راح تحاول إنك تاخذ نيو دايركشن لحياتك، قاعد تحاول إنك يعني معلش يعني شوف الحية اللي تسلخ جلدها، أنت قاعد تسوي كذا. بإذن الله تعالى ربي راح يفرج عليك يا برج الميزان، عندك خطوات جديدة نحو التحررات، أنت بتتحرر، بس هل أنت بتدخل في قصة حب الفترة الجاية أو لا؟ وإيش نوع على قصة الحب؟ توأم روح، راح تلاقي توأم روحك، يمكن أنت الآن لست في العلاقة الصحيحة، راح تلاقي توأم روحك، هل قريب أو بعيد؟ راح يكون في تخاطر، أنت الآن قاعد تحط زي الورقة وقلم، قاعد تحط النقاط على الحروف، أنا أبغى مواصفات بهذا الشكل، أنا أريد واحد مثلا ظروفه أو وضعيتها كويسة، تتلائم مع وضعيتي وظروفي، فبإذن الله الشخص اللي أنت ضمرتي عليه أو نويتيه أو تمنيتيه راح يوصل، يكون عندك إن شاء الله في أتراكشن، تخاطر، أنت متخاطر مع نفسك يا برج الميزان إنك تلاقي شريك حياة يلائم وضعيتك، نعم، تلتقي بهذا الشخص وراح تكون العلاقة بسم الله ما شاء الله فيها الكثير من الشغف والحب، لكن محتاج انك تثق في 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 هذه العلاقة انها بتستمر ويكون فيها زواج ان شاء الله. اوكي طيب، خلصنا كل هذه القراءات، هم تقريبا طلعوا عندنا ستة ابراج راح تستقر في حياتها السنة، ويكون تكون هي من أكثر الأبراج المستقرة، أوكي؟ يعني كأمور حب وكذا، ويمكن أنها تتغير الطاقة، ليش لا؟ فيا رب يسعدكم ويكرمكم ويعطيكم كل الخير والسعادة. طبعاً يا بنات أنا بقول لكم حاجة، ترى معلش يعني معلش، يعني صبر جميل والله مستعان، القراءة ترسل بين 24 ساعة و 48 ساعة، في قنوات صدقون يعني تدفعون لهم فلوس وتقعدون بالأشهر تنتظرون قراءاتكم، أنا كل اللي أنت محتاجة إنك تنتظري بين 24 و48 ساعة، ترى ما بطول عليكم، أنا الحمد لله لي زبايني والناس تعرفني، فياريت ياريت بدون اتصالات بدون إحراجات، خاصة الناس الجدد، معلش يعني ممكن أنا أكون في قراءة خاصة، يمكن أنا أتواصل مع وحدة، يمكن مثلا أنا الحين قاعدة سبحان الله يعني أنا عندي أموري وفي حياتي، معلش يعني معلش احترموا فارق التوقيت، يمكن كذلك في فارق في التوقيت، يمكن أنت عندك الحين الساعة 6 صباح وأنا عندي 3 الفجر، فيا بنات الله يسعدكم، يعني أنا أحبكم كل حاجة بس احترموا التوقيت، يعني مثلا أنا أجي أقول لك يعني تدرين متى تلوميني؟ تلوميني لما أنا أتأخر عليك حتى بساعة حتى بدقيقة، لما لكن توصلك بالوقت اللي أنا أقول لك عليه، في بنات تقول لي آسفة يا أمسك بس أنا ماني قادرة أصبر، طيب يعني إيش تبغيني؟ أتبغيني أرسل لك فيديو من فوق كذا من فوق قلبي، يعني أرسل لك فيديو أنا ماني راضية على، لا معلش يعني في مواعيد، وبالله عليكم يعني في أحيانا بعض الناس يجوا يتواصلون معي تقول لي مثلا أنا بقى أزودك فلوس وتكفين اكشفي لي الحين، لا لا كنسلي كنسلي فلوسك ما أبغاها يا حبيبتي، أنا إنسانة بخشمي وأنا إنسانة بكرامتي، ما تجي عشان فلوس أنا أخسر زبايني بعد، لا الحمد لله يعني أنا إنسانة منتظمة وأعرف متى أرسل لك الفيديو، أعرف متى أكلمك إذا تطلبين مكالمة خاصة معاي، يعني كل شيء منظم، كل شيء منظم من 7 سنوات مو من الحين، فيا ريت تحترموا التوقيت والمواعيد واختلافات التوقيت بيننا وبينكم، ويا رب عسى يفرجها على الجميع ان شاء الله، انا عارف انه كلكم تحبوني وتثقون فيا وتحبون انه يعني تحبون انه تتكلمون معاي وتفتحون لي قلوبكم، خصوصي خصوصي انه ناس كثيره يعني في ناس كثيره ترى ما جاتني من القناه، جاتني من طرف مثلا بنت خالتها بنت عمتها زي كذا، فهمتم؟ انا عندي عائلات يعني حتى مثلا ام وبناتها زي كذا، والعلاقه الحمد لله فيها خير وفيها عشره، فما هي بس بزنس، ما هي بس انه ساخذ منك فلوس واسوي لك قراءه، لا بتقعد العشره بتقعد التواصل، سبحان الله بنراسل بعض بنعايد بعض، فيا ريت انكم تحترمون هذا الشيء عشان انا اكون يكون بيننا الود متواصل. اوكي شكرا لكم يا حبايب القلب، الله يسعدكم والى اللقاء.